بعون الله تعالى قمنا بتصنيع راجمة صواريخ محلية الصنع من مواد أساسية بسيطة ومحرك يدوي بسيط تقوم برمي صواريخ C7 مداها 4 كيلومتر بإمكاننا استخدامها للرمي المباشر لمسافة 700 متر على هذه الوضعية أو لأهداف طويلة تصل إلى 4 كيلومتر. الحمد لله حين رفض العالم كله دعمنا بما فيها الغرب والعرب والمسلمون نقوم بتصنيع سلاحنا بأيدينا. هذه هي الراجمة كما قلنا من مواد بسيطة جدا كما ترون.